قائم على مجموعة من المبادئ والقيم النبيلة، زي ما قلنا زي عدالة التوزيع، زي المساواة في الحريات، الحفاظ على حقوق كل عضو في المجتمع ودعم العضو في المجتمع على اكتساب كامل حقوقه، وأيضا تشجيعه للتعبير عن رأيه والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس الحياة العامة في هذا المجتمع. إذن علشان تكون دولة لها القدرة على التأثير الخارجي وتكون من الدول الناجحة، يجب أن يكون نظامها الداخلي قائم على هذه المبادئ والأفكار والقيم. احنا شفنا ان في عدد من الحضارات والثقافات بدأت في التنافسية فيما بينها، زي الفكر الرأسمالي كان يتنافس مع الفكر الشيوعي، ثم ظهر الفكر الاشتراكي. كل هذه الأفكار والمبادئ كانت توضع من أجل تحقيق نظام حكم داخلي للدول يمكنه أن يتسم بالمبادئ والقيم الإنسانية المعروفة، أي أن القوى الناعمة دائما ما تقوم على قيم الخير والفضيلة والمبادئ النبيلة.